وللمزيد من التفصيل والتحليل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أستاذ جمال، بعد التحية دعني أبدأ من حيث انتهى المشهد أو انتهت الصورة الآن، كيف تعلق على مراسم الاستقبال التي تبعناها منذ قليل؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. هذه لحظات تاريخية وصفحة جديدة في العلاقات المصرية التركية، في الحقيقة بتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون وبناء الثقة وزيادة التعاون، ويعني هنا نتحدث عن الأصعدة كافة سواء السياسية أو الاقتصادية أو حتى الشعبية والثقافية. إذن العلاقات المصرية التركية الآن تعود لمسارها الصحيح وترتكز على التاريخ المشترك وعلى العلاقات القديمة والتاريخية والأسس التي في الحقيقة لا يمكن أن نغفلها، وبالتالي أعتقد أننا الآن بصدد لحظة فارقة وتاريخية في العلاقات المصرية التركية. كما حضرتك ذكرتي، العالم يترقبها اليوم، المجتمع الدولي بكافة مفرداته ينظر ويعني يتابع قمة القاهرة ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين الرئيس التركي رجب أردوغان، لأنها في الحقيقة قمة بالغة الأهمية سواء فيما يتعلق بعودة الدفء للعلاقات المصرية التركية وصدى هذا على تعزيز العلاقات الثنائية، أو حتى يعني أثر هذا الإيجابي على التعاون المشترك في الكثير من القضايا الإقليمية، خاصة في ظل هذا التوقيت الحرج الذي يشهد الكثير من الأزمات الإقليمية، وطبعا على رأس هذه الأزمات القضية الفلسطينية وطبعا تداعيات الحرب على قطاع غزة. وبالتالي أنا أعتقد أننا بصدد بالفعل لحظة تاريخية وصفحة جديدة كما ذكرنا في العلاقات المصرية التركية، لها أثر إيجابي على الصعيد الثنائي وعلى الصعيد الدولي والإقليمي. إذا تحدثنا بداية على الأثر الإيجابي على الصعيد الثنائي، فهنا في المقام الأول طبعا الشق الاقتصادي يأتي في المقدمة، خاصة أننا حتى في ظل يعني بعض عدم التوافق السياسي خلال السنوات في الماضية. إطار هذه الزيارة التاريخية الهامة التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة في زيارة هي الأولى من نوعها، ففي ملفي الطاقة وشرق المتوسط تسعى تركيا من خلال علاقاتها بمصر إلى دخول دول حوض شرق المتوسط في مفاوضات جماعية، وهي خطوة حاسمة نحو تسوية الخلافات القائمة بين الطرفين، كما أيضا تطمح أنقرة بالحصول على دعم مصري لانضمامها إلى منتدى غاز شرق المتوسط. أنظار العالم تتجه الآن مشاهدين الكرام إلى هنا إلى القاهرة، حيث هذا اللقاء التاريخي الهام بين الرئيسين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. فمن مكاسب التقارب المصري التركي بحسب ونعود مرة أخرى مشاهدينا الكرام لضيفنا عبر الهاتف الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أستاذ جمال، كنا نتحدث عن العلاقات الثنائية بين البلدين وأن العلاقات الاقتصادية من أبرز العلاقات التي من الممكن أن تكون موجودة بين البلدان المختلفة بشكل عام، وبين مصر وتركيا هناك علاقات اقتصادية وأطر مختلفة من الممكن أن يتم التباحث فيها، إليك الكلمة. بالتأكيد، يمكن العلاقات الاقتصادية بالفعل علاقات متميزة للغاية وشهدت يعني تطورات ملحوظة حتى خلال الأعوام السابقة، وهنا الحديث بالأرقام يعني يمكن 7 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بيؤكد أن هناك نمو طوال الوقت، أيضا 2.5 مليار دولار حجم الاستثمارات التركية داخل الدولة المصرية، أيضا هذا رقم كبير جدا. أيضا هناك الآن طموحات، بل هي ليست طموحات فقط بل هي خطة عمل الآن تم تدشينها ما بين مصر وتركيا لزيادة حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار. أيضا ما يطرح الآن حول استخدام العملات المحلية فيما يتعلق بالتبادل التجاري، أعتقد أنه سوف يساهم بشكل كبير جدا في تحقيق هذه الخطة والوصول بالفعل إلى هذا الرقم، وأيضا فيما يتعلق بتوفير العملة وزيادة الصادرات والواردات إلى ومن تركيا. وبالتالي الخطة فيما يتعلق بالتبادل التجاري خطة جيدة للغاية. أيضا الأمر لا يقتصر على التبادل التجاري فقط، نحن نتحدث أيضا عن مجالات أخرى سواء فيما يتعلق بتبادل الخبرات في مجالات التصنيع، نتحدث
ايضا عن مجالات الطاقه، وهي في الحقيقه من ابرز المجالات، خصوصا ان الدوله المصريه خاضت شوطا كبيرا للغايه في هذا القطاع، واصبح لديها قدرات وخبرات كبيره جدا من الممكن ايضا ان تفتح مجالات للتعاون في هذا الاطار وغيرها من مجالات اقتصاديه. وبالتالي النمو الاقتصادي في الحقيقه يشهد منذ البداية تطور، وبالتأكيد هذه الزيارة التاريخية وعودة الدفء إلى العلاقات المصرية التركية سوف يكون له أثر إيجابي على تعزيز العلاقات الاقتصادية، ومن المؤكد أننا سوف نشهد طفرة كبيرة للغاية في مجالات التعزيز الخاص بالتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي، خصوصا نحن أيضا نتحدث عن مصر الآن عضو تجمع البريكس، وأيضا تركيا عضو مجموعة الـ20. إذن هناك أيضا ميزات في هذه المجموعة، وهناك ميزات في هذه المجموعة، و من الممكن أن يكون التعاون المصري التركي بوابات للتعاون المشترك ما بين المجموعتين، وخاصة أن الدول لديهم قنوات اتصال تجاري الآن أصبحت قوية ومعززة، وبهذه القمة بإذن الله سوف أيضا يكون لها مستقبل أرحب وأفاق أرحب لتعزيز هذا التعاون على الصعيد الاقتصادي. نعم، وغير العلاقات الثنائية فأيضا القضايا الدولية ستكون محل مباحثات، وأبرز هذه القضايا القضية الفلسطينية وقطاع غزة وما يحدث بقطاع غزة. كيف تتوقع الذي سيتم الوصول إليه أو التوصل إليه نتيجة لهذه المباحثات فيما يتعلق بالتطورات بقطاع غزة؟ على حسب الأخبار المبدئية أنه سيتم التباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، وخاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع. إلى أي مدى من الممكن أن يكون هناك تقدم في التطورات في قطاع غزة نتيجة لهذه القمة؟ يمكن من الملاحظ في الحقيقة منذ تصاعد الأحداث وشن هذه الحرب الغاشمة على قطاع غزة، وهناك تواصل مصري تركي في الحقيقة للتنسيق وللتشاور وللتباحث سواء على صعيد اتصالات القادة، ورأينا عدة اتصالات ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أو حتى على صعيد طبعا وزراء الخارجية، وقام بالفعل وزير الخارجية التركي بزيارة مصر خلال الفترة الماضية، وهناك في الحقيقة تشاور مهم للغاية. وأيضا يعني غزة تحتل مكانة مهمة، بل أعتقد على صعيد الملفات الإقليمية هي تستحوذ على نصيب الأسد فيما يتعلق بالمناقشات ما بين القادة اليوم، خاصة إنها القضية المركزية والقضية الأهم للمجتمع العربي والإسلامي، وطبعا مصر وتركيا دول كبار في المجتمع الإسلامي وأيضا في المنطقة، وبالتالي التشاور في هذا الأمر، تقارب وجهات النظر، إيجاد مسارات أيضا للعمل المشترك ما بين القاهرة وأنقرة لحلحلة الموقف ولدعم المسارات السياسية ولوقف إطلاق النار أمر مهم للغاية. الدور الذي قامت به القاهرة خلال هذه الفترة ومنذ اندلاع الحرب في الحقيقة أيضا دور كبير للغاية، يحتاج إلى دعم كافة الشركاء الإقليميين والدوليين، وهنا على رأسهم طبعا تركيا، خاصة أن مصر على صعيد المسار السياسي وما تقوم به من جهود مع الشركاء الإقليميين قطر أو الشركاء الدوليين الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق به يعني إرساء الهدنة وغيرها من أمور جهود في الحقيقة هي يعني التي يعول عليها، وبالتالي أيضا دعم تركيا لهذه الجهود أمر مهم للغاية. أيضا المسار الإنساني وما تقوم به مصر من دور إنساني يعني عظيم للغاية ومهم للغاية، سواء فيما يتعلق باستقبال المساعدات القادمة من كافة دول العالم وإرسالها إلى قطاع غزة، أو الجهود المصرية من خلال طبعا توجيهات القيادة السياسية المصرية والمجتمع المدني لإرسال المساعدات، أيضا جهود مهمة جدا خصوصا في ظل تعنت إسرائيل وفي ظل عرقلة إسرائيلية لإدخال هذه المساعدات. مصر تحتاج إلى حشد المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين وعلى رأسهم أيضا تركيا لدعم الجهود المصرية سواء في الإطار الإنساني أو في ظل أيضا أو في طبعا الإطار الإنساني والسياسي. وفي الحقيقة أن القاهرة وتركيا حينما يكون بينهم الآن تنسيق خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أعتقد أن هذا بالغ الأهمية ومهم للغاية ومفيد أيضا، ويخدم القضية الفلسطينية في المقام الأول، وهذا ما يجعلنا نتحدث أن العالم والمجتمع الدولي يترقب هذه القمة، يترقب هذه اللحظات التاريخية وهذه الصفحة الجديدة التي تفتح في العلاقات المصرية التركية، لأنها لها أثر إيجابي كبير جدا على الكثير من القضايا الإقليمية وعلى رأسها طبعا القضية الفلسطينية. نعم، أستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة.